أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولتنا ومحطتنا الثانية في جولة من أخبار الكرة والملاعب. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن عقوبات على السنغال بسبب أحداث مواجهة مصر في الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 22. قرر الفيفا تغريم الاتحاد السنغالي 175 ألف فرنك سويسري وخوض مباراة واحدة بدون الجماهير، وذلك بسبب الخلل في النظام والأمن خلال المباراة. وسرد الفيفا المشكلات التي شاهدها ملعب المباراة، وهي الفشل في تنفيذ قواعد السلامة وحفظ القانون والنظام في الملعب واقتحام الملعب وإلقاء الأشياء وإضاءة الألعاب النارية واستخدام مؤشرات الليزر ورسائل غير مناسبة للأحداث الرياضية. حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات المنتخب الوطني في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة للنسخة الجديدة من بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقررة في كوديفوار عام 2023. وتقرر إقامة مباراة الجولة الأولى للمنتخب الوطني أمام غينيا يوم 2 يونيو القادم في استاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الجولة الثانية لمنتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا يوم 6 يونيو القادم. في الدوري الإنجليزي يحل ليفربول غدا ضيفا على فياريال الأسباني في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. كان ليفربول قد حسم لقاء الذهاب والذي أقيم على أرضي لصالحه بعدما تغلب على فياريال بهدفين نظيفين ليضع قدما في المباراة النهائية. فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة لاعب شهر إبريل في فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي، وتنافس رونالدو مع ديفيد دخيا ونيميا ماتياش قبل أن يفوز ب 74% من الأصوات. هذا وسجل رونالدو 5 أهداف في شهر إبريل بواقع 3 أهداف أمام نورتش سيتي وهدف أمام كل من أرسنال وتشيلسي. انتهت هذه الجولة الرياضية مشاهدينا الكرام.